مرحبا بيكم الناس الكل اليوم شانوا بعضنا بقليوة العيد بطريقه كوميرسيال مش بطريقه الزمنيه نتاعنا بطريقه كوميرسيال عطا نقولكم شكون اللي تفرجت فيهم من عندهم هكا طرق لميتها وحطيتها في طريقه واحده المهم هنا خديت اول حاجه شحور البقليوة إيه انا عملت الطبق نتاعي 40 على 30 عملت كيلو ونص سكر عليه 300 ملي ماء الكيلو سكر عليه 200 ملي ماء إيه انا كيلو ونص سكر عليه 300 ملي ماء هنا نصب السكر بعد نصب عليه الماء ونبدا نخلط بالسياسه ردوا بينا اللي عنده اندوكسيون لهنا ما يحطوش فوق طول فوق الغاز سينو يتكرمل لك السكر ملوطة مازال ما وصلوش الماء يولي لك تروف تروف ولا يحمر يتبدل اللون نتاعو دونك ردوا بالكم آه انا خلطت اخي هكا طلع شويه سكر على جنب خذيت كاس ماء وفوشه ونظفت السكر هذاك الكل باش ما يرجعش كسكر معنا مهم جدا البقريه وتنجم معنا نقولوا 50 ولا 70 الف فاكهة تفسدهم لنا طوا طيب بدا كيبدا يغلي الشحور حطيت له مغرفتين قارص وباش نحط له الجلوكوز الجلوكوز تلقاوه يبيعوا في الباتيسري ما اللي يبيعوا لوازم الباتيسري الحلويات انا خديته من امازون معناها تلقاوه به شنو هو المهمه نتاعو الجلوكوز لهنا الجلوكوز ما يخليش السكر يعاود يكسكر معناها الحاجه دي نتهنيو منها انه السكر ما يشمعش معانا من بعد وفي نفس الوقت يعطيك التعليكه اليابسه هذيك التعليكه معناها ما تميصش معانا من بعد أه وبعد حطيت هكا نكهت بمغرفتين ولا ثلاثه مغارف على كيما تحبوا اما ما تظهرش راهو من بعد العطرشية تتنحى يعني تلمون القوي الشحور تفاسون العطرشية باش تنحى مطعمها من بعد اوكي يكسر نكهة القارص والسكر وكها ونقع طوى نحط له تيرموميتر لهنا ونقيس له 122 درجة صيي نهبط عليهم بعده على الغاز حتى كان عندي فيترو سيراميك من بعد اللي ما عندوش تيرموميتر ياخذ مغرفة يحط بحديش قلب النار معبية بالماء بارد ويرمي فيك المغرفة ذيك يقطر قطرات اذا جاتك هكا كالكورة يابسة ولينة يابسه معناها مكبوسه بالكدا ولينه وقتها سي طاب انا هوني صاي الشحور طاب طيبته قبل بليله باش نضمن نشوف التكستور نتاعو ومن بعد باش نبدا نطيب البقلاوه البقلاوه باش نعمل كيلو ومئتين غرام فرينه كيلو ومئتين غرام فرينه طبق اربعين على ثلاثين اربعة في ثلاثة قداش 12 كيلو 200 احسبوها بالطريقه هذه انت وطبق نتاعك باش تعرف قد يجي معاك اذا باش تحط الفاكهه تولي تزيد أربعمية غرام على اللي باش تلقاه زيد 400 غرام طبعا حطيت كيلت الفرينة الفرينة هذيك وريتها لكم انا نستعملها وكل واحد هكا بطبيعه يعرف شنيا حطيت لهنا 400 ملي ماء وحطيت عليه 10 غرامات ملح وحطيت 75 ملي لتر زيت زيتونه والا الزبدة والا الزيت عادي اللي تحب انت به الماء باش نزيد رانيا معناها انا تكلفت لي 600 ملي بعد زدت خاطر 200 ملي وكل واحد وفرينته راني انا كي نعملها كل نوع متاع فرينه تاخذ لي مقدار معين متاع ماء طاو خذيت الفرينه الكيلو ميتين حطيت عليهم ستين ملي لتر خمسه وسبعين ملي لتر في زيت معناها الكيلو عليه خمسين ملي زيت طاو نكتبلكم لكم المقادير في صندوق الوصف ما تدخلوش بعضكم ونقعد نصب في الماء والملح هذاك ذوبت الملح باش ميبداليش كعبك كعب يتقطع لي بعض العجينه ذوبت الملح في الماء وقعدت نصب شويه بشويه حتى شو من بعدها ميتين ملي لتر لا ماء لا سخون ولا بارد عادي مسبله ونقعد توا نلم بعد نعجنها شوفوا طريقة العجنة هون باش نخدموا الجلوتين نعجنوها ما نقطعوهاش ما نحلوش على الاخر ونرجعوا نقطعوها كالخبز الخبز نبداو ندورو فيها تدوير في نفس البلاصة تبدا كاسحة معاكم ميزمها تكون من الاول كاسحة راهي بعد باش تطرى تترخى تولي تتلصق مش تقول راهو يابسة من بعد مش باش يتحلوا معايا ما تتفجعش شوفوا كيفاش كي ننزل عليها ترتد ترجع معناها العجينة ترجع الجلوتين يرجع سي من بعد نقعد نخدم فيها عشرة دقائق تقريبا بداية لحطيتها في عجينة لحد شيء قعدت نخدم فيها بداية نجم تحطها في عجينة ومرك أما العجينة يلزمها واحدة كاسحة أنا باللي متاع يدي قاعدة ندز معناها نعجن فيها تكون لي تكون لي أسهل وفيها بالخير خاطر كي باش في العجينة راك تزيد بنسبة ماء والعجينة ماهيش قوية لدرجة أنها باش تقبل الكسوحية هذيكا معناها تردوا بالكم هاني يعني لكم يعني طول النبي صاي ارتبط من بعد ما ارتبط اغزروا لي كيفاش نكيت عاده جي ننزل عليها ترجع معايا ما تخليش حفره يعني غارقه نخليها توا في بابي سولوفان ترتاح اقل حاجه ساعه اقل حاجه ساعه خليها فك البابي سولوفان ترتاح ما حضرت الحشو انا راني البقل الشحور طيبته بالوقت ومن بعد باش نحضر توا طوي... عملت العجينه ومن بعد نحضر الحشو ونقد البقليوة ونشحرها من غدوه عطاو تشوفوا علاش معناها انت ما عملته قبل بليله توا باش نشكشكوها باش هذه زبده نوازيت اللي عملناها مع بعضنا في قبل تحضيرات اللي هي زبده عربي مش مرغارين نغليوها مليح 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 حتى تلي الحليب نتاعها يتحرق يهبط اللوطا تصفى نصفيو الزبده ومن بعد نحتفظوا بها اذا جمدت نذوبوها في ميكرووند ولا باماري وين تحب انت حطيت حصيل الكل في الكل 400 ملل بين زيت زيتونه وزبده 200 200 وتوا نجيو للحشو لهنا عندي 60 غرام فرينة و60 غرام سكر محور عليهم 500 غرام لوز مرحي لوز بودر رطل لوز بودر 60 غرام سكر محور و60 غرام فرينة هذه الطبقة الوطنية الطبقة الوسطانية عندي 300 غرام فصدق ومغرفة كبيرة سكر محور و300 غرام بوفريوة طايبة معرجة و300 ومغرفة كبيرة سكر محور نعاود لكم 300 غرام فصدق ومغرفة كبيرة سكر محور الفصدق مش معرج والبفريوه معرجه ومقشره ونحط معاها 300 جرام بفريوه و100 غرام سكر محاور علاش السكر المحاور باش يعمل لك الكولوي لصق لي الفاكهه في بعضها لهني. قعدت انا السكر المحاور مغرفه كبيره هذيك نلفها بهم الكل ومن بعد آه نحطها نرجعها في شقالة نتاعها باش من بعد كي نصبها نلقاها سهله او كنلصق فيها السكر نتاعها وحتى كان هبط لك السكر ما يطلعلكش بزيد مش مشكله ما يضرش طوا هذه الطبقه الثالثه الفوقانيه بالكل اللوطانيه كما قلنا 500 جرام آه، لوز و60 فرينة و60 سكر محاور والفوقانية كيف كيف 500 جرام لوز 60 فرينة و60 سكر محاور كما قلت لكم ندوا خكمش أطوم بعد كتب لكم المقادير في صندوق الوصف طوم بعد نخلطهم طوال الكل مع بعضهم وندخلهم في بعضهم مليح 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 السكر والفرينة واللوز باش يدخلوا في بعضهم باش يقولوا لي علاش الفرينة الفرينة باش تعمل كي الكول زاد هي باش تعمل كيف الكول تلصق لي اللوز في بعضه بداش نفتفت من بعض من بعد جيت العجينه وصايي كملت حضرت الحشو العجينه باش نوزنها بكل ونقسمها على 30 كعبوره 30 كعبوره 15 من فوق و15 من لوطه 15 من طبقه من فوق 15 من طبقه من انا آه الميزان بتاعي جاب لي 63 غرام الكعبوره وانت كل واحد عاد وشنو باش تطلع معاك ينجم يزيد شويه ينجم يكون ناقص شويه طبعا ناخذ حكه تنشي وكل هذوك قسمتهم على اثنين نتاع الشطر الفوقاني وحده باش نفرق بيناتهم الشطر اللطاني وحده مكعبه راك الكعبوره في النشي هذيك نلفها بالكدي في النشي ومن بعد نحلها كيما تراو ما نحلهاش بالكل بالبرشه نحلها بشويه ونحطهم طوا الرصافه فوق بعضهم ونحط ما بيناتهم كميه نتاع النشي اذا تتلصق حطوا كميه باهيه واذا ما تتلصقش جوست مسح تمسيح يوليو 15 طبقه فوق بعضها هذيك الطبقه اللوطانيه بالكل اللي باش تجينا نتاع البقلاوه والاخرى من بعد الطبقه الفوقانيه بالكل مش مشكله جات الدوره اكبر شويه ولا اصغر شويه مش مشكلة وطبعا نقلبهم اول كعبه بديت بها هي اللي باش نعاود نحلها من بعد ونختم به خاطر هي اللي ارتاحت اكثر واحده ونكمل نحل الاخرين صايي ونظفت البلان دو طرافاي من شيء وطبعا عندي صحن فيه ال 15 طبقه وصحن الاخر فيه 15 طبقه على نظافه حضرت الطبق نتاعي اللي هو 40 على ثلاثين مازلت كي شريتو السوق اللي يسألوني في النور في فرنسا في ليل شريتو من السوق غوبيرا وبدي سورو تقريبا هو إيه بدي سورو عجبني خير الماتير نتاعو خير من اللي عندي اللي عندي ما يطيبش بالقدا وديفورمي مش مستوي وصغير طوا باش ناخذ الطبقات نتاعي وننفضهم من شي زيت الاولاني الحقيقه نسمع عبيتهم بنشا والاخرين سي بون يا شوف قداش خرجت منهم من شيء انفضتهم وحطيت كل زوز فوق بعضهم والكعبه الاخرى كي قعدت وحدها تنقول طيب لكم علاش طوا ناخذ الكعيبه الاولى ومن بعد ما دهنت الطبق نتاعي بالزبده والزيت تنجم تعمل زيت صافي اي نوع وتنجم تعمل زبده صافي اللي تحب انت المهم مارغرين لي خاطر هكا ولا هكا مش باش تعطي نكهه بنينه بالعكس المارغرين تعطي نكهه كالبلاستيك بلاستيك من بعد هذا بالنسبه لي انا ما عليكم انتم معاد وندهنها كيما تراو ونجي ناخذ عليها الطبقه الاولى انا مزلت في لونتون ما عملتش بقليوه عربي تقريبا عامين هذا عام الثاني يعني. ما عملتش بقليوه عربي هكا وحليت الورقه دونك هكا مزلت نتعامل معاها بشويه واول مره اني نعمل البقليوه بروفيسيونيل هذيا دونك هاني نتعامل بالسياسه نفهم فيها ونفهم فيكم معايا طوى دهنت الوسطاني هذاك ولصقتهم في بعضهم وحليتهم خرجت منهم الهواء كي نزلت عليهم بينات بعضهم لصقوا صايي وكان فما هوايه راهو خرج من بيناتهم وندهن الشيره الفوقانيه والزبده كي ندهن البات كي ندهنها بالزبده تترخى وتتحل سبحان الله كي تبدا شايحه تبدا يابسه معاك كيس انتي تحط لها زبده والزيت وهي تترخى وتتحل معاك شوفوا ما شاء الله اذا تقطعت معاك راهي الفرينه سفابا معناها ما تخدموا بفرينه كل ما تسالوا جيرانكم وحبيبكم شنو نوع الفرينه اللي خدموا بها ما تقطعت لهمش خاصه في تونس ما عندي حتى فكره الحقيقه هاوكا نحلها ومن بعد نجي في حرف الطبق نجي للاحراف الفقود الفوقانيين هذوكم ونكونسيهم بحرف الطبق ونجبد وتتجبد معاك وامورك واضحه اذا خفت حلها فوق البلان دو طرافاي كيما عملت انا من الاول ومن بعد كونسيتها جنيب وجبتها كي لقيت الحمد لله ما تقطعتش معايا ومشيت معايا طاوعتني من بعد عملتها تك 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 كملتها في صافي ما شاء الله أو كان يخدم بالزوز ولا يخدموا بالثلاثه اذا تحبوا تخدموا باش تكملوا في ساعه انا معناها القلق الوحيد اللي لقيته لهنا باش نهبط الطبقه نلصقها من اللوطه في مخي خطر انا إيه قبل العربي كي نخدمها نخليها محلوله هكيكا ومن بعد تو الفاكهه هي اللي ترصها اللوطه المره هذه خفت لا تقعد لي خطر الفاكهة هذه باش تن... تكون كاسحه مرصوصه بالقدام مش كما فيكي العربي تبدا مهروشه دونك خفت لا تقعد لي فقاعات معناها بالقديم من اللوطه وكل حاولت اني نهبطها من اللي قطعت لها جنابها شويه هكا وجبتها ومرشت لها كبدتها <applause> المهم من بعد هكا وليت مشي فيها عادي خليتهم من غير ما هبطها وطول فيك تهبطها من بعد ولا انا نلمهم الكل مع بعضهم وتو تشوفوني كيفاش هبطها معناها مش باش يضرب باذن الله ما يقلقش غير ما تخافوش برك الخوف يعمل عجز وها كتوا ندهنها بالزيت في الوسط ومن بعد ننزل عليها نحلها شويه ومن بعد ندهنها من فوق ومن لوط حتى نوصل للورقه رقم 15 الورقه رقم 15 ندهنها من شيره بركه بالزيت ونحلها واحد الشيره اللي مدهونه بالزيت نلصقها من لوط والشيره الشايحة نخليها هي اللي تسقى الفاكهه الفاكهه ما تزمهاش تمس الزبده والزيت باش تلصق البات تلصق في الفاكهه انا هوني نتوجه بالشكر لقناة ديوا سويت ناس كويزين اينيل يا ربي فما قناة اسمها لميا ولا ليميا هكا لميا يا ربي ان شاء الله نكون ما يظهر لي جنة ولا حاجة هكا والله نسيت الاسم باي لميا يظهر لي حسيلو وسويت صندس هذوما اللي بالحق معناها متوانسة اللي حلوا لنا عينينا على الحلويات التونسية الكوميرسيال نقولوا لي يلزمك تعمل فورماسيون وتخسر فلوس باش تاخذ شكر الله وصعيهم وربي يبارك لهم وكلمة شكر شوية في حقهم بصراحة ربي يبارك لهم كيفاش كيما نورونا توا الناس تلقى كل شيء حاضر يبداو يتشرطوا اني يعني خدها من عند فلين ومن عند فلان وما يهمهمش شكون اللي مسكين بذل مجهود وخسر خسائر باش يوصل لنا الوصفة متاعه ربي يبارك ويعطيهم القوه والصحه وان شاء الله يا ربي ديما نشحي ومتالقين بهذيك الورقه اللي ريتوها الزبده هيك ملوطه من فوق تبدا الشريحه رشيت عليها الـ السكر المحور انا ما نكذبش عليكم دخلت القنوات نتاعهم وتفرجت في فيديوهاتهم وما عملت كي الفورماسيون وخديت منه ومنه ومنه كل... معني في مخي كل الاستيوس هكا عجبتني قعدت في الـ في مخي وخدمت بها وربي يبركلهم الكل وحده وحده وتوا رشيت كما قلت لكم السكر المحور ومن بعدها لهنا قلت لي يا ولفه ما فيهاش هبطها لا تتقطع لك شيء من بعد ولا حاجه حاولت كان وكيت إنه كان فما هو او كان نحاول نتبعه بيدي يخرج وامور واضحه ومن بعد حطيت له الطبقه الاولى متاع اللوز اللي مخلطه بالفرينه والسكر المحور وما رصرصتش من الاول قعدت نسمح فيها حتى جاتني مستويه وتنجموا كتعاونوا بحاجه هكا سباتول ولا حاجه هكا تعاونوا بها باش تجيكم مستويه ومن بعد نصبطها باش تجي قد قد نحط طوا الطبقه الوسطانيه اللي هي البفريوه نوزعها على كبر الطبق ومن بعد الفصدق في وسط البفريوه باش تبدا كعبه بكعبه هاكا حاولت نوريكم بالديتاي كيفاش نوزعوا البفريوة اللوز الفصدق على البفريوة نجمو تحطوا لوز نجمو تحطوا اللي تحبوا نجمو حتى ما تحطوش فيك في الوسط المهم تاخذوا انا الكل في الكل معناها تكلفت لي كيلو و600 غرام تطلع لي كيلو و600 غرام فيك وطبقه الفوقانيه نتاع اللوز هي حطيتها رصرصتها مليح وكيما تراو بسباتول قعدت هكا نحاول اني ندخلها بين الفاكهة من ملوطة باش ما تقعدليش فراغات من بعد وبعد نرش عليها السكر المحور ونحط الطبقة اللي ملوطة شيحة ومن فوق بالزبدة وبعد نرجع كالعادة العادة بالطبقتين اللي سقين بعضهم بالزبدة في الوسط ومن بعد نحلها شوية ومن بعد ندهنها من فوق وملوطة بالزبدة ونحطها فوق الطبقة هذيك وهكيك حتى نكملهم او كتولي سي لا على الاخر الحكايه كي تعطي ثقه في روحك وتكمل للاخر اذا جاتك فقاقيع كبار تبدا بحذاك مسيك وها تبدأ كتبدا تنقب فيهم وتسرح فيهم من بعد نجي ناخذ بابيي سويتو ولا سوبالون وننزل باش نسمحها ننزل عليه باش نسمحها ونقص الاطراف الزايدين من الاول حاولت نخلي الاطراف وبعد خفت يرزنوا يتق... يتقطعوا لي في الفور خاطر صارت لي قبل وليت نقصت فيهم من بعد وهما راهو الاحراف علاش يخليهم باش ما يتحرقوش الاحراف نتاع الصينيه ولا الاحراف نتاع الطبق البقلاوه باش ما تتحرقش وخليت طوا سمحتها هكا مليح وخليتها لسقتها وخليتها خمسة سوايع خمسة سوايع تتشمع تتشمع اش معناها تتشمع انها تعمل قشره من فوق شيحه باش كي نقصها من بعد ما تجينيش ديفورمي ما تجينيش تبدا لصقه في بعضها ومن بعد عندي ما عنديش معناها مسطره باهيه باش تقص لي زو سنتي ونص العرض نتاعها وليت عندي هذاك فوم تاع جاتو قصيته اثنين زو سنتي ونص وجيت قصيت لجناب الساعة من الأول ومن بعد نجي باش نأكزوز يبداو نجي من بعد باش نقص الأبراج نبدا نهبط بالبستو من الفوق للوطا وهيك المسطره الثانيه هذيك باش تشد لنا الطرف الثاني خاطر السكينه تنجم تتنطر لنا تطلع لنا معاها فاكيه وتتنطر ترد لنا كعبه البقلاوه ديفورمي فهمت هذيك حاجه من الحاجات اللي زدت تعلمتها منهم وبالحق كي تبدا مشمعه ما تمشيش معاك وما تلصقش يعني حتى في المسطره ما تلصقش كان جات مازالت تفرشكة تلصق لك في المسطره وما تمشيش معاك وتولي ديفورمي وصبعك يدخل منه حسيلو دونك تراوني حطيت بابي ومنديله كها وخليتها مغطيه بابي ومنديله ما نحطوش بابي سولوفان سينو ما تقعد مبلوله ما تيحش وما نخليوهاش عريانه باش ما تترشقش وتتكسر معانا وتولي وجهها مش مزيان نكمل نقيس نقصهم الكل زوج سنتي ونص سبحان الله جوني قد قد من بعد نجي ندور الطبق بالشيره الاخرى ونعوج نعوج المسطره نتاعي وكيما ترى ونبدا من الوسط باش نفهم روحي ومن بعد جاتني سافا كيما نحب وكملت قصيتها بالطريقه هذيك للاخر ومن بعد رجعت بالعكس شويه وصعبيل وباذن الله تمشي معاك لهنا قعدت ننزل على الجناب باش نضمن اللي هما مستويين ونحطها توا في الفور اللي ديجا يسخن على 150 درجه ولا كان فورك بارد كيف فوري تحط 155 درجه انا خذيت لي بالضبط ساعه ونص خذيت لي ساعه ونص الفور يشعل من اللوطه من فوق بلاش ما بلاش ما روح. من اللوطه من فوق وهاك شفتوني وين حطيتها طوا الشحور بين غدوه بطبيعه برد وغزروه كيفاش ولا هذا هو الشحور اللي نحبوا عليه ما يلصقش في في المغرفة، وهاو طبعاً نسخنو، نسخنو ما, ما نغليهش، ما نغليهش، إلا ترى سيني درجة الحرارة نتاعو، نسخنو ومن بعد بالوقت، نسخنو بالوقت ونخرج البقلاوة بالوقت من الفور ونشحر، نصب عليه، أنا إيه خذيلي الكل الكمية الكلها معناها خذيت. او كي يبدا الشحور سخون يشرب لك وكي يبدا الشحور هكا ملذذ شويه راهو ما يحب ينجم حتى يقعد يركركرك الفوق الفور نتاعي مازال سخون اما طافي باش نكمل نشحرها ونصب الشحور وندخلها تكمل تبرد في الفور تاخذ من الاول السخانه نتاع الفور باش كان فما سوائل ولا ماء يتبخر حتى يشتلي تشيح ومن بعد ماذا بينا من غدوه نقلعوها انا معناها اللي نهارتها شحرتها نقولوا نحنا بعد خمسة سوايع أو أربعة سوايع بديت نقلع فيها أما تقليحة يلزم بحذيك ماء سخون يغلي وماذا بيك تكون هاك الأداة هاذيكا متاع البسبوسة نقول يعني ولا اللي يقدو بها الحيوط تلقاها حتى عند الكانكورين المهم تاخذها مش حديد تاخذها إينوكس ستانلس ستيل أه باش ما تصددش وما تكونش زاده مضرة وهكاك كما تراو نحطها في الماء سخون وننزل بالقوي نحط في الماء سخون وننزل بالقوي لا سبيل اليه بلا السكينه لا سبيل اليه يديك تمشي وهكايا كانت النتيجه انا مانيش راضيه عليها 100% عندي 90% أما ان شاء الله المره الجايه اذا عاودتها ان شاء الله نكون انا ديجا معقوله نحنا نتفادى الاخطاء اللي عملتهم واللي قلت لكم عليهم ديجا لهنا نحاول اني كي نحيت بنحاول اني نمشي السكينه ونجيب أه تعبتني وكي ننزل عليها بالقوي يدي أه توجعني معناها تقعد تخلي السكينه تخلي بلاصه راس في اليد تبدا منفوخه وتوجع على الاخر ماذا بيكم أه وسعوا بالكم وبشويه بشويه تو تتقلع انا واحده من الناس راني البقلاوه هذيا خاطر ما عملتهاش حبيت نعملها فنحب نحب انا نحب العربي نحب البقلاوه العربي ما نحبش البقلاوه كي ننزل عليها نبدا نتعارك انا وياها بالسيف <applause> نحب البقلاوة العربي وتعجبني حتى في البنة نكهة الزبدة ونكهة تبدا هكا من تشربة بالكدا زبدة وتكون مهشهشة من داخل وفيها برشا أوراق مداوي زدا مهشهشين هذيك هنا البقلاوة اللي تعجبني وهذا يا زادة ماهيش خايبة باهية ونخبيها طوا في الحكوك نتاعها وكها وهذه وصفتنا كانت اليوم إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله وبسلامة